المصممة مريم بوافي تغوص بنا من خلال تشكيلتها في عالم قبيلة البنجارة الهندية المعروفة بألوانها الواضحة والفاقعة وتطريزاتها المشكلة والهندسية المعالم. اشتغلت مريم بوافي على أثواب حريرية تتموج عند الحركة، واللون الأزرق كما تشاهدون حاضر بقوة إلى جانب ألوان أخرى ستشاهدونها. مريم بوافي اشتغلت بأثواب من قبيل كريب جورجيت، أثواب أحادية اللون ملأتها بما جادت به مخيلتها من أشكال ورسوم دائماً مستوحاة من البنجرة بالهند. تصاميم راقية تعتمد أساساً على جمالية الخيوط والرسومات والتطاريز بشكل يجعلها تتميز وتروق للعين فقط من خلال المزج الجريء للألوان. لا تستعمل الأحجار في تصاميمها بل تكتفي بالخيوط الذهبية. وأنواع مختلفة من الطرز. مجموعة تصاميم مريم بوافي تشكيلة صاخبة من حيث الألوان، لكن تخلو اختيارياً من أي بريق للأحجار أو أي لمعان للعقيق، بل وتعتمد على الأسلوب البسيط لإبراز الأفتان المغربي في أبهى صوره.